ينسل شعاع ضوء كهربائي ليخترق الظلام الذي يعم مياه المحيط الأطلسي الهادئة، وتشق تايتانيك طريقها بهدوء عبر الأمواج وركابها نيام. وفجأة يكشف شعاع الضوء عن شبح أبيض عملاق، الجبل الجليدي المشؤوم على وشك تحطيم جانب سفينة الأسطورية. 14 من أبريل 1912، يومان فقط قبل التقاط أحدهم صورة جبل جليدي عملاق بيضاوي الشكل على نحو غير عادي، تبين أن هذا الجبل الجليدي تشكل على الأرجح من الثلوج المتراكمة منذ حوالي 100,000 عام. استخدم الباحثون نموذجا حاسوبيا لاكتشاف أصله، فقاموا بتوظيف بيانات من عام 1912 وأضافوا إليها بعض المعلومات الجديدة عن الرياح وتيارات المحيط، وتوصلوا إلى أن الجبل الجليدي ربما كان جزءا من مجموعة صغيرة من الأنهار الجليدية جنوب غرب غرينلاند. أصبح بإمكاننا هذه الأيام حساب مسارات تلك الجبال الجليدية في أي وقت من الماضي، وقد تبين أن الكتلة الجليدية المشؤومة كانت في طريقها من غرينلاند إلى منطقة ما جنوب كورنويل. لو أن السفينة مرت من نفس المنطقة بعد يومين فقط، لكان الجبل الجليدي قد ابتعد بكثير عن موقع الحادثة المروعة. يعتقد أن وزن هذا الجبل الجليدي الأشهر في العالم 75 مليون طن، لكنه بدأ يذوب ببطء بمرور الوقت حتى أصبح وزنه حوالي 1,500,000 طن فقط يوم الحادثة. كان الجبل الجليدي قد فقد معظم كتلته بالفعل، ومع ذلك كان ضخما وفتاكا. عندما غرق التايتانيك كان ارتفاعه 120 مترا، يظهر منها أكثر من 30 مترا فوق سطح الماء. هناك من يعتقد أن ظاهرة القمر العملاق هي سبب غرق تايتانيك. شهدت تلك الليلة حدثا قمريا نادرا لم يحدث منذ 1400 عاما حينها. في الظروف العادية لم يكن الجبل الجليدي لينتقل إلى الجنوب كل هذه المسافة دون أن يذوب ويفقد جزءا هائلا من كتلته، لكن ربما تسبب القمر العملاق في حدوث تيار مد مرتفع غير عادي سحب الجبل الجليدي بعيدا عن النهر الجليدي بوتيرة أسرع من المعتاد. يوجد نوع معين من البكتيريا تتغذى ببطء على بقايا سفينة تايتانيك، وربما سيختفي الحطام بالكامل في وقت ما بسبب تأثير الأملاح وتيارات المحيط ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض، بالإضافة إلى تلك الكائنات الدقيقة الآكلة للصدأ. كانت الممثلة الأمريكية دورثي جيبسون على متن سفينة تايتانيك وقد نجت من الحادث. عندما وصلت إلى نيويورك بدأت مباشرة تصوير فيلم بعنوان ناجية من تايتانيك. عرض الفيلم بعد شهر واحد فقط من غرق السفينة، وفي الفيلم ظهرت الممثلة بنفس الحذاء والملابس التي كانت ترتديها يوم الكارثة. حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، لكن نسخته الوحيدة المعروفة تعرضت للتلف جراء حريق. قبل 14 سنة من غرق سفينة تايتانيك نشرت رواية قصيرة بعنوان عبث فوتاليتي، بدت أنها تنبأت بالحادثة بحذافيرها. تدور أحداث رواية حول سفينة خيالية اسمها تايتان تغرق خلال رحلتها. كانت سفينة تايتان بنفس حجم تايتانيك تقريبا، وكلتاهما غرقتا في شهر أبريل، وكان سبب غرق تايتان اصطدامها بجبل جليدي أيضا. والمفارقة أن السفينتين الحقيقية والخيالية وصفتا بأنهما غير قابلتين للغرق، وكلتاهما كانتا مجهزتين بالعدد القانوني من قوارب الإنقاذ التي تبين لاحقا أن عددها لم يكن كافيا على الإطلاق. كلنا شاهدنا الفيلم، لكن هل تعلم أن سفينة تايتانيك شهدت بالفعل عددا من قصص الحب الواقعية؟ كان على متن رحلة تايتانيك 13 زوجا وزوجة في شهر العسل، نذكر من بينهم مالكي متجر مايسي في نيويورك. عندما بدا غرق تايتانيك أمرا محتوما، رفضت الزوجة ركوب قارب النجاة بدون زوجها الذي رفض ليفسح المجال للنساء والأطفال أولا. عندئذ أعطت الزوجة معطفها لخادمتها وأصرت على أن تركب قارب النجاة وحرصت على أن تشعر بالدفء، أما هي ففضلت أن تلازم زوجها حتى النهاية. يعتقد البعض أن تايتانيك غرقت بسبب مومياء وليس الجبل الجليدي. بدأ الأمر قبل 1000 عام من الميلاد تقريبا بامرأة غامضة تعيش في مصر في مدينة طيبة. لم يعرف الناس عنها شيئا، لكنهم لقبوها بالكاهنة. وضعت مومياؤها في تابوت خشبي وأغلق بغطاء كبير يحمل صورة وجهها مع بعض النقوش الغامضة. ظل المكان مخفيا حتى النصف الأول من القرن 19، عندما وصلت مجموعة من السكان المحليين إلى المكان بالمصادفة، ويبدو أنهم أزعجوا الكاهنة،
لا أحد يعرف كيف حدث ذلك، لكن المومياء اختفت في ذلك اليوم دون أثر. وبعد عقود سافر مجموعة من الأصدقاء الأثرياء من إنجلترا إلى مصر وعثروا على التابوت الذي يحمل صورة الكاهنة فارغا، وبدأ أن عينيها الداكنتين في الصورة تنظران إلى الفراغ. قرر أحد أفراد المجموعة شراء التابوت، إلا أنه اختفى في نفس الليلة قبل أن يحصل عليه، كما أن كل الأصحاب تعرضوا لبعض الحوادث. انتقل التابوت من مكان إلى آخر بضع مرات حتى انتهى به المطاف، كما يعتقد البعض، على متن تايتانيك. استغرق الأمر أكثر من 70 عاما حتى يعثر روبوت غواصة على حطام السفينة الأسطورية. يرقد الحطام على عمق يصل إلى 4000 متر في قاع المحيط الأطلسي منقسما إلى نصفين، لكن لماذا تحطم هيكل السفينة إلى نصفين؟ لا أحد يعرف بالضبط. يعتقد البعض أن سبب حدوث ذلك هو دخول المياه إلى السفينة عند اصطدامها بالجبل الجليدي. كان الضغط قويا وهائلا لدرجة فصلت هيكل السفينة إلى جزئين، بدءا من هيكلها السفلي. ويقول آخرون إن السبب يرجع إلى مسامير تثبيت هيكل السفينة، لأنها كانت تحتوي على تركيز عال من المخلفات أو الأشابات، وهو ما قد يتسبب في تشقق المعادن. بشكل عام كانت في السفينة العديد من العيوب بدءا من تصميمها. لم تكن حواجز المياه محكمة الغلق، مما سمح بتدفق المياه بين أقسام السفينة وغرقها في نهاية المطاف. كما تعرضت مسامير تثبيت هيكل السفينة المعدنية وهيكلها الفولاذي نفسه للتلف بسبب تركيزات الكبريت العالية ودرجات الحرارة المنخفضة وسرعة السفينة العالية. تحطم الفولاذ وخرجت مسامير التثبيت من مكانها بسهولة، ولهذا السبب كانت وتيرة غرق تايتانيك أسرع ب 24 مرة من الزمن المتوقع لغرق سفينة مماثلة. لو أن الاصطدام بالجبل الجليدي وقع بمقدمة السفينة بدلا من الجانب لربما لم تغرق من الأساس. كيف يعقل أن أفراد طاقم السفينة لم يستعينوا بالنواظير المكبرة؟ بالتأكيد كانت ستساعدهم في رصد الجبل الجليدي مبكرا، وربما كانوا سيتمكنون من تجنب الكارثة. في الواقع كانت النواظير على متن تايتانيك محفوظة في خزانة مقفلة لا يحمل مفاتيحها إلا فرد واحد، ومن قبيل المصادفة نقل ذلك الفرد من السفينة قبل إبحارها مباشرة، وقال لاحقا إنه نسي تسليم المفاتيح لشخص آخر. لكن حتى بدون هذه النواظير كان من الممكن أن يتاح للقبطان كل الوقت اللازم لتغيير مسارها وتجنب التصادم لو تم تنبيهه. لكن المصيبة العظمى أن هناك من حذره بالفعل. قبل ساعة تقريبا من وقوع الحادث أرسلت سفينة SS كاليفورنيان القريبة نسبيا من موقع تايتانيك إشارة تحذير تطلب من القبطان التوقف بسبب وجود كتل جليدية كثيفة، لكن لم تصل إشارة التحذير إلى قبطان تايتانيك، وذلك لأن عامل الراديو لم يعتقد أنها إشارة طارئة وفقا لأحد الخبراء. ولاحقا قال طاقم سفينة SS كاليفورنيان إنهم لم يتلقوا إشارات الاستغاثة من سفينة تايتانيك لأن عامل الراديو لم يكن مداوما. يقول البعض إن أفراد طاقم سفينة تايتانيك لم يرصدوا الجبل الجليدي في الوقت المناسب بسبب نوع من الخداع البصري. ربما تسببت الظروف المناخية في تلك الليلة في حدوث ظاهرة الانكسار الفائق جعلت الجبل الجليدي غير مرئي. وتدعم هذه النظرية حقيقة عدم رؤية أحد للجبل الجليدي حتى أصبح قريبا جدا من السفينة لدرجة يستحيل معها تفادي التصادم. مرت أقل من دقيقة بين لحظة رؤية الجبل الجليدي ولحظة التصادم. لم يكن أمام أفراد الطاقم سوى 37 ثانية فقط للمناورة، وقد استغرقت سفينة تايتانيك 2:40 حتى تختفي تحت أمواج المحيط. غرقت تايتانيك في 14 أبريل 1912، وغرقت معها جميع ممتلكات الركاب وأدوات السفينة في المياه العميقة المظلمة. انتظرت هذه الأشياء بفارغ الصبر ليتم اكتشافها حتى عام 1985. غرقت تايتانيك بسرعة وبدا أنه لم يتبقى شيء تقريبا من السفينة، ومع ذلك تمكن الغواصون في غواصات صغيرة من انتشال الكثير من القطع الأثرية من حطام السفينة. إذا كنت تتساءل كيف تبدو تلك العناصر المدهشة، أكمل المشاهدة. تحتوي الكثير من المتاحف على مجموعات من قطع تايتانيك التي أنقذها الغواصون أو تبرع بها الناجون وأقاربهم، ويتم بيع بعض هذه العناصر في مزاد علني. لذا إذا كنت مستعدا لإنفاق النقود على قطعة أثرية حصرية فلما لا؟ أول قطعة أثرية على قائمة اليوم هي ساعة جيب مملوكة لراكب تايتانيك جون تشابمان. كان جون وزوجته إليزابيث في شهر العسل عندما اصطدمت السفينة بالجبل الجليدي
عرض على إليزابيث مقعد على قارب نجاة بجوار صديقتها إيميلي ريتشارد، لكن كانت هناك مشكلة، لم يتمكن السيد تشابمان من دخول قارب النجاة. التفتت إليزابيث إلى صديقتها إيميلي وقالت: الوداع، إذا لم يتمكن جون من المجيء فلن أذهب أنا أيضا. هذا ما أسميه الحب الحقيقي. وبعد فترة قصيرة غرقت السفينة. إذا عدنا إلى ساعة جيب تشابمان فسنلاحظ تفصيلا آخر مفاجئا. يعتقد الخبراء أن الساعة توقفت في الوقت الذي غرقت فيه السفينة تماما. هل تتذكر المشهد الأيقوني في فيلم تايتانيك الذي استمرت فيه فرقة السفينة في العزف بينما كانت السفينة تغرق؟ تم بيع الكمان الذي عزف عليه الموسيقي الحقيقي في مزاد بمبلغ 1.7 مليون دولار في عام 2013، ويقولون إن الفرقة عزفت أغنية Nearer My God to Thee عندما غرقت سفينة في المحيط. ولأننا بدأنا الحديث عن الفرقة، من الأفضل أن نلقي الضوء على مقطوعة موسيقية وجدت على متن السفينة. لقد كانت أغنية Put Your Arms Around Me Honey، وبالنظر إلى حقيقة أن الورق يتلف على الفور تقريبا عندما يلمس الماء، فإن رؤية تلك المقطوعات هي معجزة. هناك ورق آخر لم يتلف وهو قائمة الغداء. ارتدى ركاب الدرجة الأولى ملابسهم الجميلة واستمتعوا بوجباتهم دون أن يعلموا أنه غداءهم الأخير. تم بيع هذا العنصر الفريد بالمزاد بمبلغ 122 ألف دولار. تم تقديم الوجبات على أساس الدرجة. على سبيل المثال، يمكن لركاب الدرجة الأولى أن يأكلوا الديك الرومي المشوي مع صلصة التوت البري أو لحم الضأن أو سمك الحدوق، بينما تتكون وجبة غداء الدرجة الثالثة من أشياء مثل حساء الأرز والخبز الطازج ولحم البقر المشوي والمرق البني. كان هناك أيضا بسكويت المكسورة الذي يأكله الركاب لتقليل دوار البحر. لم تحتوي قائمة الطعام على هذا فقط، تم أيضا العثور على إحدى تذاكر كبار الركاب. لا يزال يمكن قراءة رقم التذكرة 1342. العنصر الخامس هو عينات من عطر إدوارديان. صعد كيميائي يدعى أدولف سالفيلد على متن سفينة تايتانيك ومعه عينات مختلفة من زجاجات العطور. لماذا أحضر هذه العينات معه؟ حسنا، كان سالفيلد ينوي افتتاح متجر للعطور في أمريكا، وغرقت 61 قارورة عطر مع السفينة. لحسن الحظ تمكن صاحبها من النجاة والوصول إلى هناك بأمان، لكن عيناته غرقت ولم يتم اكتشافها إلا من وقت قريب من قبل الغواصين. عندما نسقط طبقا عن طريق الخطأ فإنه عادة ما يتحطم إلى قطع. والآن هناك سؤال، هل تعتقد أنه يمكن استعادة أطباق سليمة من سفينة تايتانيك؟ الجواب نعم، أدوات المائدة الأصلية من وايت ستار هي دليل على ذلك. ومن الواضح أن كل فئة من الركاب لم تحصل على وجبات مختلفة فحسب، بل تم تقديمها أيضا في أنواع مختلفة من الأطباق. تحتوي الأطباق التي تمكنوا من انتشالها على زخارف نباتية باللونين الأخضر والبني وحواف ذهبية، ويوجد شعار في المنتصف. بالمناسبة يتم بيعها في المزاد، ويمكنك العثور عليها عبر الإنترنت. لنواصل الحديث عن القصص الشخصية المؤثرة. قصة حب روز وجاك التي نراها في الفيلم هي قصة خيالية، لكن من المؤكد أن السفينة شهدت العديد من الحكايات الرومانسية، وهنا رسالة حب تثبت ذلك. تحكي لنا الرسائل قصة عن الحياة على متن السفينة خلال الأيام القليلة الأخيرة. كتبتها كيت باس في 10 أبريل، وذكرت مدى شعورها بدوار البحر وأشياء أخرى، مثل أنه كان من المفترض أن تذهب لتناول العشاء خلال نصف ساعة. لم تكن هذه الرسالة هي الرسالة الوحيدة التي أخرجها الغواصون إلى السطح. على سبيل المثال، هناك الرسالة التي كتبتها إستر هارت لابنتها الصغيرة إيفا. تم بيعها في مزاد بمبلغ 119 ألف جنيه استرليني. من المحتمل أن تكون هذه الرسالة هي الرسالة الأخيرة المكتوبة على متن السفينة، حيث تم الانتهاء منها قبل 8 ساعات فقط من وقوع المأساة. لم تكن الرسالة تالفة تماما، لأنها كانت في جيب معطف زوج إستر. رسالة أخرى هي رسالة الدكتور جون سيمسون، وكانت تلك الكلمات هي الكلمات الأخيرة التي كتبها لوالدته: اسمحوا لي أن أقدم لكم إيديث روزنباوم. لقد كانت على متن سفينة مع لعبة لاكي توي بيج. أصيبت إيديث بجروح بالغة في حادث قبل أن تبحر على متن السفينة.
كانت اللعبة هدية من والدتها كدعم معنوي كي تتعافى. لقد كان في الواقع صندوق موسيقى على شكل حيوان استخدمته إيديث لتهدئة الصغار الخائفين الموجودين في نفس قارب النجاة. العنصر التالي في القائمة هو صافرة فتاة الكشافة ليليان وينفريد بينثام، كانت راكبة في الدرجة الثانية. في تلك الليلة الرهيبة كانت ليليان في حجرتها الفاخرة، لم تصدق أن تايتانيك يمكن أن تغرق، فقد كانت تعرف بأنها السفينة غير القابلة للغرق. جاءت إليها صديقتها وأقنعتها بالقفز في قارب النجاة. عندها فقط أدركت مدى خطورة الوضع، وبعد لحظات رأت السفينة تنقسم إلى نصفين. وبينما كان قارب النجاة يطفو في الليل، رأت ليليان أحد أفراد الطاقم الذي تم إنقاذه أيضا، وبدون تفكير للحظة أخرى لفت الرجل بمعطف الفرو. كان الجو باردا للغاية، لذا من المحتمل أنها أنقذت حياة الرجل بفعلتها هذه. أراد الشاب أن يشكرها على لطفها فأعطاها صافرة كشافة. لقد كانت الصافرة التي استخدمها طوال الليل لطلب المساعدة. يعد هذا الزوج من القفازات البيضاء من أندر القطع الأثرية التي تم انتشالها من سفينة تايتانيك. هذه القفازات القطنية كانت مملوكة لرجل نبيل، هوية المالك غير معروفة، لا يمكن للنسيج أن يدوم تحت الماء لعقود، لكن هذه القفازات تبدو رائعة ولا يزال بإمكانك رؤية التفاصيل الدقيقة والأنيقة. كما تم العثور على جرس إنذار، نعم هذا هو الجرس الشهير الذي رن لتحذير الناس من جبل الجليد. كان فريدريك فليت وريجينالد لي في مهمة المراقبة ليلة الحادث، كلاهما نجا، وكان فليت هو من رأى الجبل الجليدي قبل أن تصطدم به السفينة. الأمر المثير للسخرية هو أن فليت ولي لم يكن لديهما إمكانية الوصول إلى المنظار، تم تخزينه في خزانة في منصة المراقبة، لكن مفتاح الخزانة كان في جيب أحد أفراد الطاقم الذي انتقل إلى سفينة أخرى في اللحظة الأخيرة ولم يسلم المفتاح. كان سيكون بإمكانهما رؤية الجبل الجليدي في وقت أقرب إذا كان لديهم منظار. لو كان لديهم لكان من الممكن أن تبتعد سفينة تايتانيك عن طريق الجبل الجليدي. لم يكتشف الغواصون مقتنيات الركاب أو الطاقم فحسب، بل اكتشفوا أيضا قطعا تخص السفينة نفسها. القطعة الأثرية التالية هي الدرج الكبير. تم انتشال بعض أجزاء هذا الهيكل المميز من الحطام، وتبين أن هذا الدرج كان مكان التقاء ركاب الدرجة الأولى. إذا أرادوا الذهاب للحمامات التركية لقضاء يوم في المنتجع الصحي أو تناول العشاء، كانوا يجتمعون عند الدرج ويذهبون معا. كان هذا الدرج علامة على مدى فخامة بعض أجزاء تايتانيك. هناك شيء آخر تم حفظه بأعجوبة وهو مسقطها الأفقي، وكان واحدا من أغلى القطع الأثرية التي تم بيعها في المزاد. يبلغ عرض المسقط الأفقي حوالي 10 أمتار. ماذا بعد؟ كما تم اكتشاف عداد المسافة، هو جهاز يستخدم للتحقق من سرعة إبحار السفينة والمسافة التي تقطعها. ويقول الخبراء إنه منذ بداية ظهر يوم 14 أبريل سجلت المركبة 268 ميلا بحريا. وهناك المزيد، تم العثور أيضا على قطعة عملاقة من الهيكل تعرف باسم القطعة الكبيرة، وكانت تزن 15 طنا. كانت النوافذ الأكبر مخصصة للكبائن، بينما كانت النوافذ الأصغر مخصصة للحمامات. تم العثور على هذه القطعة في عام 1994، ولكن تم إخراجها بنجاح في عام 1998. وبعد كل هذه السنوات التي قضتها تحت الماء، كانت تعجب الحياة البحرية. ومع ذلك فمن المدهش أن النوافذ كانت لا تزال تحتوي على زجاج. إذا كنت من بين هؤلاء الغواصين وكان بإمكانك إخراج عنصر واحد فقط من هذه الأشياء، أي واحد سوف تختار؟ في بداية عام 1912 انفصلت قطعة جليد عملاقة عن نهر جليدي في جنوب غرب غرينلاند. كان هذا الجليد مكونا من ثلوج تساقطت قبل آلاف السنين، ربما في الحقبة التي تواجد فيها الماموث على الأرض. بدأ هذا الجبل الجليدي رحلته، كان ضخما، فقد تجاوز طوله 520 مترا ووزنه 75 مليون طن، لكنه كان مسالما وفي حاله، فقد ظل مبتعدا عن السفن ومسارات الإبحار المزدحمة. لكن بعد فترة عام هذا الجبل بطريقة ما إلى الجنوب، قاطعا مسافة أكبر مما تقطعه الجبال الجليدية الأخرى. حالفه الحظ،
فبقية الجبال تذوب قبل وصولها إلى خطوط العرض هذه بمدة طويلة. ومن بين 30,000 جبل جليدي التي تنجرف بعيداً عن غرينلاند، يصل 1% فقط منها إلى المحيط الأطلسي. وحتى بعد الذوبان في المياه لعدة أشهر، كان وزن كتلة الجليد الضخمة هذه ضعف وزن جسر البوابة الذهبية، وعاد الارتفاع الجزء العلوي من الكتلة 10 طوابق فوق سطح المحيط. قبل وصول الجبل الجليدي إلى المحيط الأطلسي بعدة أيام، غادرت سفينة عملاقة الميناء. حملت هذه الباخرة الفاخرة على متنها أكثر من 3,000 راكب وموظف. وفي ذلك الوقت كانت أكبر سفينة بنيت في تاريخ الأرض. نحن نتحدث عن التايتانيك. وقع الاصطدام بتاريخ 14 إبريل، عندما كانت السفينة تبحر في شمال المحيط الأطلسي على بعد 600 كيلومتر من نيوفاوندلاند. عجزت السفينة عن تحويل مسارها، وتصدعت 5 من مقصورات هيكلها على الأقل، وبدأت المياه تملأها بسرعة تنذر بالخطر. لم تكن مقصورات التايتانيك مغطاة من السقف، لذا انسكبت المياه من مقصورة إلى الأخرى وبدأت تغمر السفينة. بدأت مقدمة السفينة في الغرق، مما تسبب في ارتفاع خلفيتها بشكل عمودي في الهواء. وبعد ذلك انكسرت الباخرة إلى نصفين، مطلقة صريرا يصم الآذان، وبقية القصة معروفة. لكن ماذا حدث للجبل الجليدي بعد ذلك؟ بتاريخ 15 إبريل، كانت الباخرة الألمانية SS برينز أدلبرت تبحر في شمال المحيط الأطلسي. كانت الباخرة على بعد كيلومترات قليلة من مكان غرق التايتانيك قبل عدة ساعات. رأى رئيس العمال في الباخرة الألمانية، الذي لم يعلم بعد بالكارثة، جبلا جليديا. لفت انتباهه خط كبير من دهان أحمر يمتد على طول قاعدة الجبل الجليدي. التقط الرجل المندهش صورة لاكتشافه، واعتقد أن الدهان يعني اصطدام سفينة بالجبل الجليدي خلال 12 ساعة الماضية. الشخص التالي الذي رأى الجبل الجليدي والتقط صورة أخرى له كان قبطان سفينة تمد أسلاك اتصالات تحت الماء. توجهت السفينة لتقديم المساعدة إلى منطقة غرق التايتانيك. ودع القبطان لاحقا أن الجبل الجليدي الذي رآه كان الوحيد في تلك المنطقة، كما أن الدهان الأحمر عليه أكد أنه ذلك الجبل الجليدي المشؤوم. وفي عام 2015 بيعت إحدى هاتين الصورتين في مزاد بمبلغ تجاوز 32,000 دولار. ومع ذلك لا يزال الخبراء غير متأكدين تماما من أن الصورة للجبل الجليدي المشؤوم قد يكون مجرد جبل جليدي عادي كان يعوم بالجوار في ذلك الوقت. تلاشت السفينة العظيمة التي لا تغرق، وغرقت في قاع شمال المحيط الأطلسي، ولا تزال موجودة هناك حتى يومنا هذا. لكن الجبل الجليدي واصل طريقه محيرا شهود العيان، حتى ذاب ببطء في مياه المحيط واختفى تماما قبل نهاية ذلك العام. بينما أنت جالس على السرير تضع قدميك على الأرض، وإذ بك تشعر بالماء البارد. تخرج من غرفتك بسرعة، فتجد نفسك في ممر طويل تغمره المياه لحد الركبة، وترى أشخاصا يرتدون سترات نجاة ويركضون نحو السلم. تتبعهم لتكتشف أن الفوضى تعم المكان، الماء في كل زاوية. تنزلق قدم امرأة وتسقط عن الدرج، فتهم بمساعدتها. يدفعك الناس من جميع الاتجاهات، فهم يحاولون صعود الدرج بينما تزداد المياه من خلفهم. غمرت المياه غرفتك التي غادرتها للتو، وبعد بضع ثوان يرتفع مستوى الماء ليتجاوز رأسك. لحسن الحظ تمكن الجميع من الخروج. بدأ السطح العلوي للسفينة بالتصدع، وأصبحت السفينة الضخمة مائلة للجانب. اختلط صوت تكسر الخشب وانضغاط الحديد وصراخ الناس بالموسيقى التي يعزفها الموسيقيون على الكمان. تتجه نحو قوارب النجاة وتشعر بأنك تتسلق جبلاً. ليست هناك قوارب نجاة متاحة، ولكنك تعثر على سترة نجاة. غرقت مقدمة السفينة بأكملها تحت الماء، وأنت الآن على حافة الجزء الخلفي تتخذ القرار بالقفز. تنتظر حتى تغرق السفينة في الماء لتقلل المسافة بينك وبين سطح المحيط، وأخيرا تقفز في المياه المتجمدة. تبلغ درجة حرارة الماء -2 درجة مئوية، ورغم أن هذا غير كاف لتجمد المحيط، إلا أنه كاف لتحويل بركة في الطريق إلى جليد.
يصعب عليك التنفس بسبب البرد الشديد، وترى أمامك واحدة من أروع السفن التي عرفها التاريخ تغرق في الظلام. بعد ساعة ونصف تصل سفينة أخرى وتنقذ جميع الناجين، ولكنك مضطر الآن للتعامل مع الموقف بطريقة ما. أمامك 90 دقيقة من السباحة في المياه الجليدية للمحيط الأطلسي وسط الليل وفي حالة من الفوضى والصراخ واليأس. هناك شيء واحد قد يزيد الأمر سوءا، إنها أسماك القرش. يعرف الجميع قصة التايتانيك، ماذا لو لاحظ الناجون زعانف أسماك القرش؟ كان هذا ممكنا من الناحية النظرية. السيناريو الأول: يمكن لأصوات الارتطام والاهتزازات في الماء أن تجذب أسماك القرش الأبيض الكبير. إنها تسبح في مياه المحيط الأطلسي الباردة حيث وقعت الكارثة، وهي من أخطر الحيوانات المفترسة على الأرض، كونها كبيرة وسريعة وقوية عدا عن أسنانها 300 المدببة والحادة كالشفرات. والآن ترى بعض الزعانف المثلثة تظهر فوق الماء. تحيط الزعانف بسرعة بك وبمن هم حولك، تتشبث بقطعة عائمة من خشب حطام السفينة ثم تتسلق عليها، لكن برودة الجو تقيد حركتك وتنزلق يداك على بعضهما. يجذب هذا الصوت أسماك القرش، فتتوقف إحداها عن السباحة وتستهدفك مباشرة. يتوقف دماغك عن العمل من شدة الخوف، وتسيطر عليك غريزة البقاء. تبذل قصارى جهدك للابتعاد عن سمكة القرش بأسرع وقت ممكن، وبالطبع لا جدوى من الهرب في الماء من سمكة قرش سريعة، لكنك ما زلت تحاول. مرت ثانيتان، وتشعر الآن وكأن كعب قدمك يرتطم بأنف القرش بينما تدخل القدم الأخرى في فمه المسنن. تطلق صرخة مدوية وتشعر بأسنانه الحادة على ساقك، ثم تغمض عينيك، لكن لا شيء يحدث. بعد ثوان قليلة يتركك القرش في حال سبيلك. نادرا ما تهاجم أسماك القرش الأبيض الكبير البشر، وإذا عضت إنسانا فذلك بغية اختبارك فقط. الطعام المفضل لهذا القرش هو الفقمة، وبعد هذا الاختبار البسيط أدرك القرش أنك لست فقمة فتجاوز عنك. ولكن إذا كان القرش جائعا فلن يهتم أي نوع من الكائنات أنت. هؤلاء الناجون في القارب بأمان وليس لديهم أي سبب للخوف. القرش الأبيض الكبير لن يهاجمهم. قد يقدم هذا الحيوان المفترس على دفع القارب قليلا لاختباره ليس إلا. ولكن إذا كانت هناك ثلاجة مليئة باللحم على القارب وقرر أحدهم إطعامها للقرش، فستبدأ حينها المتاعب. ستدفع أسماك القرش المفترسة القارب حتى تسقط شرائح اللحم في الماء. سمكة القرش تبتعد عنك ثم تصعد إلى أحد قوارب النجاة فتصبح بأمان. بعد فترة وجيزة تصل سفينة أخرى وتنتقل إلى مكان دافئ ومريح. السيناريو الثاني: إذا كانت المياه أكثر دفئاً قد يواجه الناجون من التايتانيك أسماك قرش الثور. تقفز في الماء من السفينة الغارقة حيث الماء ليس شديد البرودة، وتسبح بسهولة إلى أقرب باب عائم، لكنك تلاحظ وجود زعنفة مثلثة طويلة بطرف داكن. على عكس القرش الأبيض الكبير، القرش الثور ليس سريعاً، إنه كسول وبطيء وكأنه لا يعيرك أي اهتمام، لكنك مضطر على أي حال لتسلق الباب بسرعة. أسماك قرش الثور من أكثر أسماك القرش عدوانية في العالم، تتعمد أن تبدو بطيئة حتى تشعر الفريسة بالارتياح، وفي اللحظة المناسبة تصبح سريعة ورشيقة. اكتسبت سمكة القرش اسمها هذا من وجهها القصير المسطح كوجه الثور. بدنها قوي لكنها تفضل نطح الفرائس وأسماك القرش الأخرى برؤوسها. بمجرد أن تتسلق الباب يصطدم به القرش الثور فتسقط في الماء، لكن لحسن حظك قارب النجاة قريب ويرفعك الناس إليه بسرعة. تصطدم العديد من أسماك القرش بكم من مختلف الجهات فيصبح الوضع مخيفا، ولكن تضافر جهودكم يفضي لإبقاء القارب عائما. سرعان ما تصل سفينة أخرى تخيف الحيوانات المفترسة بصوت إشاراتها العالية وهدير محركها. لحسن الحظ أن هذا السيناريو غير السار يستحيل أن يحدث. تسبح أسماك القرش الثور في مياه المحيط الدافئة فقط، ولكن قد تجدها في الينابيع العذبة ومصبات الأنهار والمياه الضحلة، لهذا يرصدها الناس بكثرة قرب الشواطئ. اقرأ دائما عن المكان الذي ستسبح فيه قبل أن تغوص في الماء. السيناريو الثالث وهو الأكثر ترجيحا: تقفز في الماء فتجده جليديا من جديد، وتواجه صعوبة في الحركة بسبب البرد الشديد. سترة النجاة تبقيك طافيا على السطح وتنير أضواء التايتانيك الغارقة الماء. تلاحظ في الأعماق شيئا يشبه كتلة صخرية كبيرة، إنها سمكة طاعنة في السن، أروع سمكة قرش في العالم، تسبح قريبا منك. إنها سمكة قرش غرينلاند.
تسبح هذه الأسماك في مياه القطب الشمالي، لهذا لا تخشى البرد القارس الذي يميز شمال المحيط الأطلسي. يتجاوز حجم هذه السمكة المفترسة حجم السيارة، ويزداد طولها كل عام بمقدار سنتيمتر واحد. أنت محظوظ فعلاً لرؤيتها، فهي من أندر أسماك القرش في العالم، ومن حسن حظك أنها مسالمة بطبيعتها ولن تهاجمك. مطبخ التايتانيك بأكمله يطفو على الماء ويجذب أسماك القرش هذا. إنها بطيئة وكبيرة في السن، يمكن أن يصل عمر قرش جرينلاند إلى 400 سنة. يصبح هذا القرش بالغاً بعد 150 سنة من الولادة. ربما يكون القرش الذي تنظر إليه الآن في عام 1912 قد شهد العصر الذهبي للقراصنة الذين كانوا يقاتلون بالسيوف ويرعون الببغاوات ويضعون رقع العين. وهناك احتمال كبير لأن يعيش القرش الذي يشهد كارثة تايتانيك حتى الآن حتى عام 2021، وأن يجول في وقتها المياه الباردة للمحيط الأطلسي. تمكنت من الهرب في جميع السيناريوهات، ولكن إذا هاجمتك سمكة قرش في الماء ولم يكن هناك قارب قريب، يظل بوسعك البقاء على قيد الحياة. أهم شيء هنا هو تجنب الهلع، أي لا تتخبط في الماء أو تتحرك بحركات مفاجئة كي لا تثير سمكة القرش. أنت ترتدي سترة نجاة، وبالتالي لا حاجة للحركة لكي تبقى طافيا، كما ولا تحاول السباحة بعيدا عن سمكة القرش كي لا تظنك فريسة لها. ستسبح سمكة القرش حولك، لا تدعها تغيب عن نظرك. يمكنك السباحة ببطء حتى تصل إلى قارب أو لوح خشبي أو أي شيء آخر يمكنك تسلقه. إذا كنت قريبا من الشاطئ فاسبح تجاهه ببطء حتى تصل إلى المياه الضحلة. عليك بعدها أن تهرب بسرعة، لكن احذر، يمكن لسمكة القرش أن تصل إليك، لذا كن يقظا. إذا واصل القرش مهاجمتك فستضطر للقتال من أجل النجاة بحياتك. نقاط ضعف القرش هي عيناه وخياشيمه، استهدفها بيديك وقدميك. في الساعة 11:40 مساء اصطدمت السفينة تايتانيك بجبل جليدي شمال المحيط الأطلسي. عثر على العديد من متعلقاتها وجرى ترميمها، مثل أجزاء من السفينة والمجوهرات وصحون الطعام وغيرها. استغرق الغرق الكامل للسفينة في المياه الجليدية البعيدة حوالي 3 ساعات. كانت الليلة باردة وكان ما فيها ينبض بالحياة. كانت الفرقة الموسيقية تعزف الموسيقى وأبهرت المسافرين على متن السفينة. تحمس الجميع للوصول إلى أمريكا. آنذاك في سنة 1912 كان عبور سفينة المحيط الأطلسي إنجازا رائعا، لكن في نهاية اليوم خيمت أجواء تنبئ بالهلاك الوشيك على القبطان وطاقمه، ولم يشعر بذلك غيرهم. بدا لهم أن حدوث أي خطأ أمر مستحيل، وأنها ستكون مجرد ليلة عادية أخرى. اعتبروا أن سفينة تايتانيك لا تغرق. آخر ما يخطر ببالك عند التفكير في هذه السفينة هو طاقم البريد. أجل، كان هناك رجال بريد على متن السفينة يسلمون الطرود إلى الولايات المتحدة. قد يبدو الأمر مجرد مهنة عادية ومملة، لكن توجب عليهم اجتياز اختبار صعب للغاية للعمل على متن سفينة، ولم يتأهل سوى عدد قليل من أفضل المتقدمين، وجرى فرز هؤلاء القلائل وقبولهم. كان الأمريكي جون ستار مارش أحد رجال البريد هؤلاء الذين يكسبون ما بين 1000 إلى 1500 دولار سنويا من العمل على تايتانيك. في عام 1912 مثل هذا مبلغا كبيرا من المال. رسميا لم يكن هؤلاء السعاة جزءا من طاقم السفينة، وعاشوا بالقرب من الدرجة الثالثة، لكن نظرا لقوة تأثيرهم ومعارضتهم نقلوا في النهاية وخصصت لهم منطقة طعام خاصة. التحق مارش بهذه الوظيفة لأنه احتاج المال لإعالة أسرته. لقد وجد طريقة مثالية لجني دولارات كثيرة من العمل على سفينة كبيرة تسافر عبر المحيط. كان في 1950 آنذاك، وقد جاء من نيوجيرسي، وللأسف كان على متن السفينة عندما غرقت ولم يتمكن من النجاة. لكنهم انتشلوا ساعة جيب تمنحنا فكرة ولو بسيطة عما حدث في تلك الليلة المشؤومة. إطار ذهبي منقوش بزركشة دقيقة، وكتب عليها أنها من صنع شركة إلجن الوطنية للساعات، إلجن ناشونال ووتش كامباني. للوهلة الأولى ستعتقد أنها تنفع كتحفة أنيقة ورائعة توضع فوق المدفأة، لكن الواقع أن هناك بعض التفاصيل الغريبة حولها. هناك آثار واضحة لتسرب الماء خلف الزجاج، وتشير عقاربها السوداء إلى الساعة 1:27 بالضبط. يجعلنا هذا نتساءل عن سبب توقف الساعة في تلك اللحظة بالتحديد. ما الذي كان يفعله مالكها؟ أدار موظفو البريد قسما لفرز البريد عمل بكامل طاقته وفاعليته على متن السفينة. لم يكن هذا شيئا ممكنا في المعتاد على متن سفينة سياحية.
فقد استخدمت عابرات المحيط التقليدية حقائب بريد مغلقة لنقل البريد من ميناء إلى آخر، لكن قسم فرز البريد على متن تايتانيك سمح للركاب بإرسال بطاقات بريدية كلما رست السفينة في محطات التوقف في أيرلندا وفرنسا. وفقا للتقارير، بدأ الركاب في العودة إلى غرفهم في حوالي الساعة 11 مساء، لكن بعضهم ظل يتسكع ويستمتع بليلته. كان رجال البريد الخمسة يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم في غرفة طعامهم المنفصلة. قبل 5 دقائق من الاصطدام، لمح أفراد طاقم الجبل الجليدي ودقوا الجرس 3 مرات كتحذير بأن شيئا ما أمام السفينة. لقد أعطوا الأوامر لسفينة تايتانيك للتحرك يسارا، أو كما يقولون الانعطاف إلى الميمنة لعكس اتجاه المحركات. لم يكن ذلك كافيا لتجنب الاصطدام الشديد. في الساعة 11:40 مساء اصطدمت السفينة تايتانيك بالجبل الجليدي واندلعت كارثة في الداخل. لا يتعلق ذلك بتسرب المياه إلى السفينة وغرقها فقط، بل وبالذعر والفوضى اللذين اندلعا بين الركاب وأفراد الطاقم. وصل القبطان سميث إلى سطح السفينة وأبلغ أن تايتانيك اصطدمت بجبل جليدي. وفي الوقت نفسه بدأت غرفة البريد تمتلئ بالماء. نعلم أن السفينة التي بلغ ارتفاعها حوالي 270 مترا قد غرقت بالكامل في حوالي الساعة 22:00 صباحا، وكان هناك 706 ناجين. الوقت بين الاصطدام والغرق زخر بالأحداث. في منتصف الليل بدأ الطاقم في تجهيز قوارب النجاة للركاب لمغادرة السفينة. طلب من النساء والأطفال الصعود إلى قوارب النجاة مع بعض أفراد الطاقم لتوجيه القوارب وتشغيلها. المشكلة أن قوارب النجاة 20 المتاحة لا تتسع لأكثر من 1178 شخصا فقط من إجمالي أكثر من 2200 راكب على متن السفينة. بدأ مارش وزملاؤه في فرز البريد. عمت الفوضى في القيادة وإعطاء الأوامر. مع كل ثانية مرت ملأ الماء الجليدي البارد السفينة أكثر. بعد 15 دقيقة من منتصف الليل أمر القبطان سميث أفراد طاقمه بإرسال إشارة استغاثة. مع أن نداء الاستغاثة SOS كان معروفا قبل التايتانيك، استخدم الكثيرون نداء CQD، وترمز CQ إلى نداء عام، ويرمز حرف D إلى كلمة ديستريس للدلالة على أزمة جارية. كانت السفينة فرانكفورت أبعد بكثير من أن تستطيع المساعدة رغم أنها كانت من أوائل المستجيبين. حتى سفينة أولمبيك شقيقة تايتانيك أجابت على النداء، لكنها أيضا كانت بعيدة. في الساعة 12:20 صباحا تلقت سفينة كارباثيا الرسالة الطارئة وعدلت مسارها الأصلي لمساعدتهم، مع أنها كانت على بعد 58 ميلا بحريا. ومع أن هذا كان خبرا مطمئنا، إلا أن المياه ظلت تتسرب بمعدل ينذر بالخطر. لم يكن من السهل تهدئة الجميع مع معرفتهم بأن السفينة ستغرق في غضون ساعات. في ذلك الوقت كان ركاب على متن قوارب النجاة في انتظار النزول إلى الماء. بدأت الفرقة الموسيقية في عزف الموسيقى على سطح السفينة للذين ظلوا على متنها. في البداية عزفوا في صالة الدرجة الأولى ثم انتقلوا إلى سطح السفينة. هناك خلاف حول المدة التي ظلوا يعزفون خلالها والأغنية التي عزفوها. لم ينجو أي من أفراد الفرقة. استمر رجال البريد الخمسة على متن السفينة في أداء عملهم بينما غرقت السفينة. وفقا لأحد الضباط على متن السفينة، تجاوزت المياه في غرفة البريد مستوى الكاحلين، وكان سعاة البريد منهمكين في محاولة إنقاذ أكبر قدر ممكن من الطرود. كان مارش واحدا منهم، وطفت أكياس البريد في أرجاء الغرفة. عكفوا على البريد المسجل لأنه الأهم. أفاد شهود على غرق تايتانيك أن رجال البريد وضعوا أكياس البريد على ظهر السفينة لمنع وصول الماء إليها حتى تصل النجدة. وذكروا أيضا أن حقائب البريد طفت فوق المياه المتجمدة. لم يكن الأمر كذلك حتى الساعة 12:45 صباحا، عندما أنزل قارب النجاة رقم 7 على الجانب الأيسر من السفينة على الماء. ومع أنه كان يتسع لنحو 65 شخصا، إلا أنه حمل 27 شخصا فقط. حملت العديد من قوارب النجاة ركابا أقل من سعتها القصوى المسموح بها. خاف الطاقم من انقلاب القوارب إذا كان عدد الأشخاص على متنها كبيرا. تشير بعض التقارير إلى أن بعض الأشخاص رفضوا ركوب قوارب النجاة لقناعتهم الشديدة بأن تايتانيك لا تغرق. في الوقت نفسه أطلق صاروخ واحد من صواريخ الاستغاثة 8 في الهواء، لكن لم تصل أي مساعدة. في الساعة 12:55 صباحا نزل قارب النجاة الثاني والثالث إلى المياه وقفز راكبان من الرجال على متنهما. بعد 5 دقائق أنزل قارب نجاة آخر يحمل حوالي 39 شخصا. بحلول ذلك الوقت دخلت المياه تحت الدرج الكبير. خلال الدقائق 20 التالية أنزلت المزيد من قوارب النجاة وحملت معظمها أقل من حمولتها. لم تصل أي مساعدة. كانت السفينة كارباتيا في الطريق وتصاعد الذعر والتوتر. ثار الغضب بسبب ترك الناس على السفينة.
في حوالي الساعة 1:30 صباحا بدأت الأمور في الخروج عن نطاق السيطرة. توقف الصعود المنظم للركاب إلى قوارب النجاة. توقفت ساعة مارش قبل 3 دقائق، مما قد يعني أنه كان طرفا في المشاجرة بين أفراد الطاقم والركاب. استغرق وصول سفينة كارباثيا 3 ساعات، ولم يكن مارش من بين الناجين. اتضح أن ساعته من أهم المفقودات التي عثر عليها في حطام سفينة تايتانيك، وأعيدت في النهاية إلى ابنتي مارش، وهي الآن ضمن إحدى مجموعات متحف البريد الوطني. أدى مارش واجبه في أسوأ الظروف، وكان الوقت عاملا حاسما في حياته والآخرين على متن سفينة. وقد أثبتت هذه الساعة أهميتها في معرفة المزيد عن القصص المأساوية والملهمة لسفينة تايتانيك. لقد بكينا جميعا ونحن نشاهد الوداع الأليم لجاك وروز في فيلم تايتانيك. عفوا، سأفسد عليك المفاجأة، لكن القصة الواقعية عن غرق السفينة الشهيرة لم تكن أقل مأساوية. ولد جوزيف لروش في عام 1886 في هايتي لعائلة ثرية. لقد نشأ بدون أب، لكن والدته كانت امرأة عصامية وتاجرة مرموقة، وكان عمه رئيس البلاد. كان جوزيف يجيد الفرنسية والكريول والإنجليزية، وفي سن 15 أدرك جوزيف أنه يريد أن يصبح مهندسا. لم تكن هناك كليات للهندسة في هايتي، لذلك سافر إلى فرنسا لتلقي تعليمه. استغرقت الرحلة 83 يوما. التقى جوزيف بجولييت وهو لا يزال في سنوات دراسته في إحدى ضواحي باريس، وسرعان ما أصبح أصدقاء، ثم تطور الأمر إلى شيء أكبر وقرر الزواج. كانت هناك مشكلة واحدة فقط، لم يتمكن جوزيف من العثور على وظيفة بأجر جيد حتى بعد الانتهاء من دراسته بسبب التمييز العنصري. أدرك الشاب الذكي أنه يستطيع أن يفعل ما هو أفضل، بالإضافة إلى ذلك كان بحاجة إلى إعالة أسرته التي يتزايد عدد أفرادها، فقد كان طفله الثالث في الطريق. وعده عمه في هايتي بأنه سيساعده في الحصول على وظيفة أستاذ في الرياضيات. شعرت والدته بسعادة غامرة لأن ابنها وأسرته سيعيشون في هايتي. لقد اشترت لهم تذاكر من الدرجة الأولى للسفينة الفرنسية لا فرانس كهدية للم الشمل، لكن تلك السفينة كانت لديها قواعد غريبة حقا تفصل الآباء عن أبنائهم عند تناول الوجبات. لم يرغب الوالدان في ترك أطفالهما الصغار وجعلهم يشعرون بالحزن أثناء رحلة عبر المحيط، لذلك قررا استبدال تذاكر الدرجة الأولى الخاصة بهم إلى لا فرانس بتذاكر الدرجة الثانية لرحلة RMS تايتانيك الأولى. لقد كانت سفينة تايتانيك ذائعة الصيت آنذاك، ولم تفرق أفراد الأسرة، لذلك بدت وكأنها صفقة عظيمة. لقد خططا للتغيير لسفينة أخرى في نيويورك ستأخذهم مباشرة إلى وجهتهم النهائية في هايتي. صعدت الأسرة إلى سطح السفينة تايتانيك في 10 أبريل عام 1912 في شيربورغ. كان أمامهم 3 أيام للاستمتاع بالمقصورات الفاخرة وصالون الطعام والمكتبة وثلاثة طوابق خارجية متاحة لركاب الدرجة الثانية. أرسلت جولييت رسالة إلى والدها من المحطة الأخيرة لتايتانيك في كوينستاون أيرلندا، أخبرته أنهم كانوا أكثر من سعداء على متنها. كان لديهم سريرين في مقصورتهم وأريكة تحولت إلى سرير لأصغر أفراد الأسرة. قامت الأسرة بتكوين صداقات مع بعض الركاب اللطيفين الذين سافروا معهم من باريس. اعتقدت جولييت أنهم الفرنسيون الوحيدون الآخرون الذين كانوا على متن السفينة، لذلك جلسوا معا لتناول الطعام. ذكرت جولييت أنهم قضوا وقتا ممتعا هناك، وكتبت أيضا أن الأشخاص الموجودين على متن السفينة كانوا ودودين، على الرغم من أن بعض المصادر تقول إن الأسرة واجهت الكثير من النظرات السخيفة واللمز والتعليقات. وفي ليلة 14 أبريل انتهت رحلتهم الممتعة بشكل مفاجئ، على الرغم من أن مشغلي الاتصالات اللاسلكية في تايتانيك تلقوا تحذيرات بشأن الجليد المنجرف من السفينة القريبة. استمرت السفينة في المضي قدما بأقصى سرعة. كانت الساعة حوالي 11:40 مساء عندما اصطدم جسم السفينة تايتانيك بجبل جليدي على بعد حوالي 370 ميلا من ساحل نيوفاوندلاند. كانت السفينة الغير قابلة للغرق تعاني من نقص شديد في تجهيزات قوارب النجاة، والتي كانت تكفي فقط لحوالي نصف ركابها البالغ عددهم 2200 راكب. وكانت أقرب سفينة إنقاذ كارباثيا بعيدة جدا بحيث لا يمكن تقديم المساعدة. أيقظ أحد العاملين أسرة لاروش وأخذهم إلى قوارب النجاة كما تقول جولييت لاحقا،
لم تكن تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، لذلك بدأ لها أن كل ما كان يحدث كان يبدو لها أكثر رعبا. بعد منتصف الليل بقليل، تلقى الطاقم الأمر بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال عند الصعود إلى قوارب النجاة. تذكرت جولييت لاحقا أن حالة من الذعر الرهيب قد بدأت عندما كان الناس يتدافعون للحصول على مكان في القوارب. فجأة أدركت أنهم سحبوا ابنتها الكبرى وألقوها في أحد القوارب، وبعد لحظة انضمت إلى سيمون في نفس القارب. لذا حصلت جولييت الحامل وابنتيها على أماكن في قارب النجاة 14، لكن كان عليهما أن تودع جوزيف أثناء إنزال القارب في البحر. لف جوزيف معطفه حول جولييت قائلا إنها ستحتاجه، ووعدها بالركوب في قارب نجاة آخر ورؤيتها مع أطفالهما الصغار مرة أخرى في نيويورك. لم يتمكن جوزيف لروش البالغ من العمر 25 عاما من الوفاء بوعده، وفي غضون ساعتين غرقت سفينة تايتانيك تحت الماء، مما أودى بحياة ما يقرب من 1500 شخص، وكان جوزيف واحدا منهم. كانت جولييت والفتيات من بين 700 ناجين الذين أنقذتهم سفينة كاربيثيا بعد عدة ساعات، وبمجرد وصولهن إلى نيويورك كنا يبحثن بين حشود من الناس على أمل رؤية جوزيف مرة أخرى. وعندما أصبح من الواضح أنهم لن يجدوه، حان الوقت بالنسبة لهن ليقررن ما يجب فعله وأين ستذهبن، بدون أي معرفة باللغة الإنجليزية أو الأموال التي ضاعت مع السفينة. تمكنت جولييت من البقاء في أمريكا لمدة 3 أسابيع فقط، ولم يكن أمامها خيار آخر سوى العودة إلى فرنسا. لم يعد عم جوزيف قادرا على مساعدتهن، حيث اغتيل بعد 4 أشهر من مأساة تايتانيك. وفي ديسمبر من عام 1912 أنجبت جولييت ابنا أسمته جوزيف على اسم والده، ولبقية حياتها لم تستطع التغلب على فقدان زوجها الحبيب. ولهذا السبب لم تكن تحب التحدث عما حدث على متن سفينة تايتانيك، وطلبت من أبنائها عدم ذكر ذلك. في عام 1995 أجرى أحد أعضاء جمعية تايتانيك التاريخية مقابلة مع لويز. كانت آخر طفلة من أطفال لاروش وآخر ناجية فرنسية من الغرق، وعندها سمع العالم لأول مرة عن هذه القصة المفجعة. لقد ألهمت بعض المسرحيات والمقالات، لكنها لم تحظى أبداً بنفس الاهتمام الذي حظيت به قصص الركاب الآخرين. ربما تتذكر الزوجين المسنين وهما ينزلان معاً في سريرهما على متن سفينة تايتانيك. كانت قصتهما مستوحاة من إيزيدور وآيدا شتراوس، كلاهما ولدا في ألمانيا وهاجرا إلى الولايات المتحدة عندما كانا طفلين. التقيا في نيويورك وتزوجا بعد 5 سنوات. بدأ إيزيدور عملا تجاريا في مجال الخزف الصيني مع شقيقه، ثم تطور الأمر إلى الأواني الزجاجية في شركة ميسيز وأصبحا شديدي الثراء. كان إيزيدور وآيدا معروفين في نيويورك ليس فقط بثروتهما وأعمالهما الخيرية، ولكن أيضا بحبهما وإخلاصهما لبعضهما البعض. في عام 1912 قرر الزوجان الهروب من شتاء نيويورك والتوجه إلى أوروبا. بحلول ذلك الوقت كانا قد تزوجا منذ 40 عاما، وفي أوائل أبريل كان الوقت قد حان بالنسبة لهم للإبحار عائدين إلى نيويورك. كانا يسافران عادة على متن سفن ألمانية ضخمة، لكن في ذلك الوقت لم يتمكنا من مقاومة السفينة الفاخرة الجديدة التي كان يتحدث عنها الجميع. وهكذا انتهى بهما الأمر في أحد أجنحة الدرجة الأولى الخاصة في الجزء العلوي من السفينة. أمضى الزوجان شتراوس أمسيتهما في تناول الطعام أمام الفرقة الموسيقية في قاعة مليئة بالأثاث الفاخر واللوحات الخشبية باهظة الثمن. وفي ليلة 14 من أبريل شعرا بهزة خفيفة، ثم غادرا جناحهما الخاص وانتظرا تعليمات الطاقم الذين قالوا للركاب ألا يفقدوا تصاريحهم لأنهم سيحتاجونها عندما يعود الجميع على متن السفينة. لكن السفينة كانت تغرق. كان الزوجان شتراوس يقفان بجانب قارب النجاة رقم 8. عرض على السيد شتراوس الذي كان في 67 من عمره في ذلك الوقت مقعدا مع زوجته بسبب عمره، ورفض ذلك أن يحصل على أي امتياز في هذا العمر بينما هناك نساء وأطفال لم يتم إنقاذهم. أراد الانتظار والتأكد من عدم ترك أي نساء وأطفال. ترددت إيلين بيرد خادمة آيدا قبل ركوب قارب النجاة، لكن آيدا طلبت منها أن تذهب. لقد اتخذت قرارا غير سهل بعدم ترك زوجها على متن السفينة الغارقة. خلعت آيدا معطفها الجميل من فرو المنك وأعطته لخادمتها المرتعشة،
قائلة إنها لن تحتاج إليه بعد الآن. لم ينجح إيزيدور في إقناعها بإنقاذ نفسها، فبقيا معا حتى النهاية. ويذكر بعض ركاب الدرجة الأولى الناجين في وقت لاحق أنهم رأوا الزوجين يقفان بسلام على سطح السفينة ممسكين بأيدي بعضهما منتظرين النهاية معا. 31 مايو عام 1911. وأخيرا انتهى العمل في بناء ثاني باخرة من طراز أولمبيك، وقد استغرق ذلك عامين كاملين. وبعد عام آخر ستكون سفينة مستعدة لرحلتها الأولى. إنها أفخم سفينة في العالم وسميت تايتانيك. تخيل أنك قرأت الأخبار عن تلك السفينة في صحيفة ديلي هيرالد، وقررت أن ترفه عن نفسك برحلة على متن هذه الجوهرة العائمة. تذهب إلى المقر الرئيسي لشركة وايت ستار لاين في لندن لشراء تذكرة، وقد ابتعت أرخص تذكرة في الدرجة الأولى مقابل 30 جنيها استرلينيا، وتعادل أكثر من 4500 دولار أمريكي بأسعار اليوم. الأربعاء 10 أبريل عام 1912. وأخيراً أتى اليوم الموعود. يجب أن تكون في ساوث هامبتون في تمام 9 صباحا. من المقرر أن يبدأ ركاب الدرجة الثالثة بالصعود على متن السفينة أولا، ثم يليهم ركاب الدرجتين الأولى والثانية قبل ساعة من موعد الإبحار. يرحب طاقم الضيافة بالركاب ويرشدونهم إلى قمراتهم، وقد حان دورك الآن. هذه السفينة الضخمة أمامك، إنها أكبر مما تتخيل. وبينما تصعد على متن تايتانيك، يحييك القبطان إدوارد سميث بنفسه. ستبدأ رحلتك بعد قليل. وبعدما تمر السفينة على شايبورغ وكوينستاون، ستنطلق في رحلتها لعبور المحيط الأطلنطي، وعلى متنها أكثر من 2200 فرد ما بين راكب وفرد طاقم. الباخرة تايتانيك مستعدة للإبحار، وتطلق صافرتها بينما تلوح بيدك مودعاً الأشخاص الواقفين على رصيف الميناء. لكن بعد بضع دقائق تسمع جلبة وصيحات مذعورة من سطح السفينة، فتصعد الدرجة رقداً لترى ما يحدث. هناك سفينة أخرى تقترب بشدة. يمكنك قراءة اسمها بوضوح، SST of New York. لم تكد السفينة تايتانيك تغادر المرفأ حتى أوشكت على الاصطدام بسفينة أخرى، لكن نجح القبطان في تفادي التصادم معها لتمر على بعد عدة أمتار. يا إلهي، كان هذا وشيكا. يفترض أن تصل السفينة إلى نيويورك بعد أسبوع واحد في 17 أبريل. هذا إن سار كل شيء كما خطط له. ظل الطقس صحواً حتى يوم الأحد 14 أبريل، وبمجرد عبور السفينة لجبهة هوائية باردة واجهت رياحاً قوية وأمواجاً مرتفعة. كانت ليلة هادئة باردة. تلقت تايتانيك تحذيرات من سفن أخرى بوجود جبال جليدية طافية في منطقة جراند بانكس قرب جزيرة نيوفاوندلاند، لكن هذه المرة لم تعد السفينة تبحر بسرعتها القصوى. فقد أمر القبطان بتخفيض السرعة ليمنح المراقبين وقتاً كافياً لرصد أي جبل جليدي يعترض مسار السفينة، حتى لو أدى هذا إلى تأخير وصوله إلى نيويورك عن الموعد المحدد. أشارت عقارب الساعة إلى 12:45 مساءً عندما رصد المراقب فريدريك فليت جبلاً جليدياً ضخماً يعترض مسار السفينة مباشرةً، وعلى الفور أبلغ حجرة القيادة وأصدر مساعد الربان أوامره لقائد الدفة بتفادي الجبل الجليدي ولبقية طاقم السفينة بإيقاف المحركات على الفور. كان الجميع يعملون سوياً لتفادي هذا العائق، لكن في هذه القصة لم يصب قائد الدفة بالذعر، وعلى الفور أدار السفينة في الاتجاه الصحيح ليتفادى الاصطدام بالجبل الجليدي. وقد استيقظ العديد من الركاب بسبب الجلبة والتدافع، وصعد بعضهم إلى سطح الباخرة بملابس النوم ليعرفوا ما الذي يحدث، ونجح القليل منهم في اختلاس نظرة خاطفة من جانب السفينة الأيمن. بينما تقف مع الجميع تراقبون الموقف بقلق وتقبضون على حاجز السطح بأيد بيضاء من شدة البرد، وبينما يرتجف جسمك بسبب التوتر والبرد الشديدين، لا يكف عقلك عن التفكير في احتمال اصطدام تايتانيك
بهذا الجبل الجليدي وتراه يقترب شيئا فشيئا، ويحبس الجميع أنفاسهم ويعم هدوء تام لدرجة أنك لو ألقيت إبرة لسمعت رنتها على الأرضية. وعلى بعد عدة سنتيمترات فحسب تبحر السفينة ببطء بجوار الجبل الجليدي. لم يحدث تصادم، لا توجد فجوة كبيرة في جدار السفينة تمتد لعدة أمتار لتسمح للماء المندفع عبرها بغمر الأقسام السفلية للسفينة. تغمر الفرحة قلوب الجميع ويعانقون بعضهم بعضاً، وبعد إجراء جميع الفحوص اللازمة يعلن القبطان أن كل شيء على ما يرام، ويدعو الركاب الموجودين على سطح الباخرة لاحتساء كوب من الشاي الدافئ في الداخل قبل التوجه لقمراتهم. وتسير مع الحشد بينما يذهب القبطان لإعداد تقريره عما حدث، ويحذر السفن الأخرى في منطقة شمال المحيط الأطلنطي وينصحها بخفض سرعتها والمراقبة اليقظة. ومن بين تلك السفن كارباثيا التي أكملت رحلتها في مسارها المخطط. كلا، لم يكن هناك داع لتأتي النجدة ركاب تايتانيك هذه الليلة. وأخيراً تصل الباخرة تايتانيك إلى وجهتها في يوم 17 من أبريل 1912، متأخرة 8 ساعات عن موعدها، لكنها وصلت سليمة. وتوافد الآلاف على ميناء نيويورك لمشاهدة أفخم سفينة في العالم بعدما أتمت رحلتها الأولى بنجاح. وقبل أن يغادروا السفينة تبادل بعض الركاب عناوينهم البريدية للمراسلة مثل لاعبي التنس ريتشارد نورس وكارل بير، وكان كلاهما على متن تايتانيك. لكن هذه المرة لم يقضي نورس عدة ساعات في المياه الباردة شمال المحيط الأطلنطي ليحاول مساعدة الركاب الآخرين، وكاد أن يفقد ساقيه بسبب شدة البرودة. ولم يركب بير أحد قوارب النجاة مع صديقته ليعرض عليها الزواج. هذه المرة سيفعل ذلك لكن وسط أهله وأصدقائه، ويحتفلون جميعا بالخطوبة السعيدة. وسيلعب لاعب التنس مباراتهم الأولى سويا في موعد لاحق من العام نفسه 1912. وقد صار نورس من أفضل لاعبي التنس في جيله، وفاز ببطولة كأس ديفيس 5 مرات. مارغريت براون كانت في طريق العودة للولايات المتحدة لرؤية حفيدها المريض. هذه المرة لن تضطر لمساعدة الركاب للصعود إلى قوارب النجاة، ولن تركب قارب النجاة رقم 6. بمجرد أن غادرت السفينة تهرع مارغريت إلى حفيدها لتظل بجواره. لن تقابل طاقم أو قبطان السفينة كارباثيا لمنحهم كأساً فضياً على سبيل التكريم. كانت ستواصل نشاطها الخيري، وما كانت ستعرف بلقب مولي براون غير القابلة للغرق. لم تتحمس فيوليت جيسوب قط لفكرة إبحار في شمال الأطلنطي، لأنها تعرف جيداً سوء الطقس هناك. كان دافعها وراء ذلك الحذر، لأنها نجت من حادث تصادم قبل عدة أشهر عندما كانت على متن توأم تايتانيك الباخرة أولمبيك، لكن أصدقائها نجحوا في إقناعها بالتقدم للعمل ضمن طاقم السفينة الجديدة الأسطورية. هذه المرة لن يستدعيها أحد إلى سطح السفينة لمعاونة الركاب، ولن تركب قارب النجاة رقم 16. كانت ستظل تعمل على متن تايتانيك إلى أن تتقاعد، أي أنها ما كانت ستعمل كممرضة على متن الباخرة بريتانيك، لتشهد في نوفمبر 1915 ثالث كارثة غرق وتنجو منها. كان قائد الأوركسترا وعازف الكمان والاس هارتلي على متن الرحلة يحاول بناء علاقات جديدة لتساعده في عمله مستقبلاً، لكنه استمر في العزف للترفيه عن الركاب. هذه المرة لن يضطر أبداً لعزف الموسيقى لتهدئة الركاب المذعورين بينما تغرق السفينة. سينجو ويذهب إلى منزل خطيبته ويتزوجها ليؤسس أسرة، وسيواصل الترفيه عن المسافرين على متن البواخر في شمال الأطلنطي. هذه المرة لن تحصل خطيبته الثكلى على آلة الكمان الخاصة به، وما كان هذا تذكار تاريخي من تايتانيك ليباع عام 2013 مقابل 1.7 مليون دولار. وجدت بيرث ماين حب حياتها كويك باكستر في بروكسل عندما كان يسافر برفقة أمه وأخته. أراد باكستر أن يصطحب بيرث معه
فحجز لها قمرة في تايتانيك باسم المستعار وهو مدام دوفيليه. في هذه المرة لن يرشد عائلته إلى قارب نجاة، وكانت عائلته ستتعرف على حبيبته عندما يغادرون السفينة وليس على متن قارب النجاة رقم 6. كان باكستر سينجو هذه المرة. عاد إلى كندا مع حبيبته ولن تضطر للعودة إلى أوروبا وحيدة. وما كان ابن شقيقتها ليعثر على صندوق أحذية في خزانتها يحتوي على ذكريات من تايتانيك. دوروثي جيبسون كانت تلك الليلة تلعب الورقة مع اثنين من المصرفيين بنيويورك، وعندما عادت إلى جناحها الفاخر مع والدتها لم تكن ستسمع هذا الصرير المزعج ولن تركب قارب النجاة رقم 7. وفي مايو 1912 لن تمثل في فيلم عن النجاة من تايتانيك لأنها لم تصطدم بجبل جليدي ولم تغرق. ستواصل النجاح في حياتها، وفي نهاية المطاف تنتقل إلى فرنسا مع والدتها. في هذه القصة الخيالية تستمر الباخرة تايتانيك في العمل لتحقق نجاحاً ملحوظاً، وستظل أفخم سفينة في العالم لسنوات عديدة، وستنقل الركاب والبريد عبر الخط الملاحي شمال الأطلنطي ذهاباً وإياباً لعدد لا يحصى من المرات. وبعد 25 عاماً من العمل تباع الباخرة القديمة خردة، وتستبدل ليحل محلها باخرة كبيرة تحمل عدداً أكبر من قوارب النجاة، وعليها سطح فسيح يسمح للركاب بالمشي والترفيه عن أنفسهم. ستندمج شركة وايت ستار لاين في نهاية المطاف مع منافسيها، لكن هذه المرة ليس لأن سفنهم غرقت، بل لأن الشركة قد حققت أرباحاً كبيرة بما يكفي لتواصل النمو. وفي عام 1980 تدخل الشركة مجال النقل الجوي للركاب، وتطير رحلتهم الأولى من دبلن إلى نيويورك، وسميت طائرة تايتانيك تيمناً بالباخرة الأسطورية. وفي هذه المرة عندما يدرس العلماء قاع المحيط شمال الأطلنطي عام 1985 لن يجدوا سوى الأسماك والشعب المرجانية والرخويات، وقلادة تحمل ماسة زرقاء كبيرة. مهلا، لا إنه مجرد كوب أزرق مكسور، لا بأس. في الرابع عشر من أبريل عام 1912 ضج الليل بأصوات مرعبة لسفينة معدنية عملاقة تنقسم إلى نصفين. اصطدمت أكبر سفينة في ذلك الوقت بجبل جليدي كان في مسارها، تايتانيك، إحدى أهم قصص القرن العشرين التي ما زال الناس يتحدثون عنها. احتك الجانب الأيمن لسفينة العملاقة بالجبل الجليدي. كانت الساعة 11:40 مساء حين بدأت الأمور تسوء. تسبب هذا الجبل الجليدي بحدوث أضرار كافية لغرق 5 حجرات مانعة لتسريب الماء في بدن السفينة. بدأ الطاقم بإجراء تحقيق سريع ليروا إذا ما كان بإمكانهم فعل شيء لإصلاح الوضع. لم يكن لديهم أحد يعتمدون عليه، كانوا وحدهم تماما في ظلام الليل البارد بعيدا عن اليابسة شمال المحيط الأطلسي على بعد نحو 644 كيلومترا جنوب نيوفاوندلاند بكندا. احتاجوا إلى الوقت لمعرفة طريقة يمكنهم بها إيصال الجميع إلى بر الأمان. أجل، لقد حظوا ببعض الوقت، لكنه لم يكن كافيا. إذا شاهدت الفيلم فستعرف أن السفينة لم تنغمر بالماء فورا بعد اصطدامها بالجبل الجليدي. استمرت عملية الغرق نحو 2:40، لكن كان الموقف صعبا، فقد كان على متنها 2200 شخص لا بد من تدبر أمرهم، بما في ذلك الطاقم والركاب، وكانت الفوضى تعم السفينة. أدرك كبير مسؤولي التصميم توماس أندروز سريعا أنهم لن يتمكنوا من مواصلة الطفو. بحلول منتصف الليل بدأ الطاقم بالكامل بالإعداد لإطلاق قوارب النجاة. كان لديهم 20 قاربا بسعة تكفي 1178 شخصا، أي أكثر بقليل من 50%. كان الأمر الذي حصلوا عليه هو إيصال النساء والأطفال إلى بر الأمان أولا. كان أفراد الطاقم هناك لتجديف القوارب وتوجيهها. زادت حدة الوضع تدريجيا خلال الساعتين التاليتين. كان على أفراد الطاقم إيقاظ الركاب وإخبارهم بأن شيئا سيئا يحدث، وقد أرادوا وضعهم في أسطول من قوارب النجاة بأسرع ما يمكنهم. في تمام الساعة 12:15 صباحا أرسل بعض أفراد الطاقم نداء استغاثة. كانت هناك سفينة بخارية اسمها فرانكفورت ضمن أول من تلقوا الرسالة واستجابت لها.
لكنها كانت على بعد نحو 315 كيلومترا. تلقت سفن أخرى النداء أيضا وعرضت مساعدتها، لكن المحزن أنها كانت بعيدة جدا كذلك. في الساعة 12:20 صباحا تلقت سفينة ركاب كارباثيا التابعة لشركة كونارد نداء الاستغاثة من تايتانيك وغيرت مسارها في الحال، لكنها كانت على بعد 107 كيلومترات وكانت ستستغرق أكثر من 3 ساعات للوصول إليها. بعد 20 دقيقة أنزل الطاقم قارب النجاة الأول وكان على متنه 27 راكبا، مع أنه يتسع لحمل 56 راكبا. حملت العديد من قوارب النجاة التي انطلقت أولا أقل بكثير من سعتها. كان أفراد الطاقم قلقين معتقدين أن الرافعات لن تتحمل وزن قارب نجاة ممتلئ بالكامل. وفي البداية كان هناك ركاب كثر خائفين من مغادرة سفينة، ولا يزالون يعتقدون أن تايتانيك غير قابلة للغرق، ولم يستطيعوا تصور ما سيحدث خلال ساعة أو ساعتين التاليتين. أطلق الطاقم أول صاروخ من أصل 8 صواريخ استغاثة ولم يلق نجاحا، فلم يكن أحد قريب بما يكفي للمساعدة. بحلول الساعة 21:20 صباحا أنزلوا 10 قوارب نجاة. كان في القارب الثامن 28 شخصا فقط. ستصبح إحدى ركاب القارب العاشر ملفينا دين البالغة من العمر 9 أسابيع لاحقا الناجية الأخيرة التي عاشت حتى عام 2009 وبلغت 97 من العمر. أصبحت الساعة 2:00 بالفعل وتبقت 3 من القوارب القابلة للطي على السفينة. غرقت مقدمة السفينة وانغمرت تحت سطح الماء، وأصبح بإمكان الناس من حولها رؤية المراوح الخلفية بوضوح فوق الماء. كان أفراد الطاقم ينزلون قارب النجاة القابلة للطي دي من جناح الضباط على السطح وعلى متنه 20 راكبا. بينما غرقت مقدمة السفينة غمر الماء القارب القابل للطي اي على ظهر السفينة. هؤلاء 20 شخصا كانوا يعانون لأن قاربهم كان شبه ممتلئ بالماء، وبينما كان يحاول أفراد الطاقم إطلاق القارب بي سقط، وقبل أن يتمكنوا من استعادة وضعيته سحبه الماء بعيدا عن السفينة، إلا أن 30 راكبا تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان على قارب نجاة المقلوب. في الساعة 2:17 صباحا قرر موظف جهاز الاتصال اللاسلكي في السفينة بث نداء استغاثة أخير. بعد دقيقة انطفأت أضواء السفينة وغرقت تايتانيك ومن بقي على متنها في الظلام الدامس. استمرت المقدمة في الغرق واستمرت مؤخرة السفينة في الارتفاع أعلى سطح الماء، ما سبب ضغطا كبيرا على الجزء الأوسط. انطلقت الأصوات المريعة تشق الليل. تايتانيك، تلك السفينة الأسطورية العملاقة التي علق أناس كثر آمالهم عليها وغمرهم الحماس لركوبها، انقسمت إلى نصفين من المنطقة بين المدخنة 3 والـ4. خمنت التقارير أن المقدمة استغرقت 6 دقائق لتستقر في عمق المحيط. استقرت المؤخرة على الماء قبل أن ترتفع مجددا في وضع رأسي، وظلت في هذا الوضع حتى اختفت أخيرا في المحيط. في تمام الساعة 22:00 صباحا حبست مؤخرة سفينة الهواء داخلها وسحقها الماء بينما غرقت. استقرت المؤخرة على بعد 610 أمتار من المقدمة. اعتبر الناس أن تايتانيك هي أسرع سفينة في العالم، واعتقدوا أنها غير قابلة للغرق لأن 4 من أقسامها يمكن أن تغمرها المياه دون التأثير على قدرتها على الطفو. كانت حياة هذه السفينة معقدة منذ البداية. أثناء مغادرتها الميناء اقتربت 10 أمتار من السفينة البخارية نيويورك، تمكنت من تجاوزها بأمان، ما سبب ارتياحا كبيرا للركاب الذين احتشدوا على سطحها. أبحرت تايتانيك في 10 أبريل وكانت رحلتها الأولى هي عبور المحيط الأطلسي الذي تشتد فيه المنافسة. في يوم الانطلاق أصبحت تايتانيك أكبر شيء متحرك في تاريخ البشرية بطول 269 مترا وعرض 28 مترا. ليست ضخمة للغاية إذا ما قورنت بسفننا اليوم. أكبر سفينة سياحية في العالم اليوم هي سيمفوني أوف ذا سيز التابعة لشركة رويال كاريبيان، التي يبلغ حجمها ما يقرب من 5 أضعاف حجم تايتانيك. إذا وضعت هذه السفينة في وضع رأسي ستكون بطول مبنى إمباير ستيت الذي يبلغ طوله 380 مترا بدون الأبراج الهوائية. لكن كانت تايتانيك مصدر جذب كبير في ذلك الوقت. في مرحلة ما من رحلتها توقفت في فرنسا، وبعدها توقفت مرة أخرى في أيرلندا، وعندما صعد على متنها الراكب الأخير انطلقت السفينة بكامل سرعتها إلى وجهتها النهائية
مدينة نيويورك. بعد 4 أيام من بداية رحلتها، فشلت تايتانيك في تحويل مسارها بعيداً عن جبل جليدي عملاق، القصة التي نعرفها جميعاً. نجا منها 700 شخص، كان معظمهم من النساء والأطفال. كانت الليلة باردة للغاية. بعد 1:20 من استقرار تايتانيك في عمق المحيط، لم يكن الناجون متأكدين إذا ما كان أحد سيأتي لإنقاذهم. وأخيراً رأوا نوراً، كانت سفينة كارباثيا آتية نحوهم. أتوا من أجل من كانوا في قوارب النجاة. أصعدهم الطاقم إلى متن سفينة وانتشلوا ركاباً آخرين من الماء. حاولت سفن عديدة التواصل مع تايتانيك بعد 2 ساعات من غرقها. لم يتلقوا رداً على رسائلهم قط. لاحقاً أثناء التحقيق فيما حدث، اكتشفوا أن سفينة كاليفورنيان من شركة ليلاند كانت على بعد أقل من 32 كيلومتراً أثناء غرق تايتانيك. لكن الطاقم لم يسمع نداء الاستغاثة لأن موظف جهاز اللاسلكي كان في استراحة. حين سمعت الدول على جانبي الأطلسي تفاصيل ما حدث، انتابتها الصدمة والرعب، وقررت إجراء تعديلات على عملية إدارة السفن والقوانين التي تساعد على تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل. وعقدت أول اتفاقية دولية لسلامة الحياة في البحر، واعتمدت فيها قوانين لكل سفينة بأن تحمل قوارب نجاة تكفي لكل المسافرين على متنها. وأيضا جعلت تدريبات استخدام قوارب النجاة إجبارية، وقررت كذلك تكوين دورية الجليد الدولية، ودورها الأساسي هو مراقبة الجبال الجليدية في خطوط الملاحة في شمال الأطلسي، وفرضت على السفن مراقبة أجهزة اللاسلكي طوال 24 ساعة. لم تشيد تايتانيك وحدها. بسبب حجم تلك السفينة العملاقة وكل المعدات الجديدة التي تطلبتها، كانت التكلفة ستكون باهظة جدا إذا ما استخدمت لمرة واحدة. لذلك شيد الفريق مع تايتانيك سفينتين أخريين شقيقتين لها، كلتاهما عاشت حياة حافلة. شيدت RMS أوليمبيك أولا، وأطلقت عام 1910، وظلت لمدة عام أكبر سفينة في العالم. وكانت بريتانيك أخت أخرى أبحرت لمدة قبل أن ينتهي بها الأمر في قاع المحيط أيضا. لكن تايتانيك وحدها أصبحت أسطورة وإحدى أكثر القصص المثيرة للاهتمام في التاريخ الحديث.